فأرجو المعذرة يعني إن كان طريقة العرض لم تليق بما كان يطلبها سعادة النائب، بس أؤكد لك الله يسلمك إن إحنا فخورين بما نعمل فيه، ولا عندنا شيء نخشه، وكله موجود، مشاريعنا موجودة حيز الواقع يعني، وتقدر تروح تشوفها فعليا وليست حبر على ورق. بما تطرقت إليه عن أعداد السواح وأرقامهم وكل هالأمور، هل هم ترانزيت وما ترانزيت، إحنا طبعا حالنا كحال أي دولة في العالم نتبع تعريف مستخدم ومعلن من منظمة السياحة العالمية اللي هي تعرف ما هو السائح وما يدخل في إحصائيات الوافدين كسواح